الإرادة، الطموح، الصبر والتطلع القوي لتحقيق الأحلام على أرض الواقع. بهذه الكلمات تصف ربيعة المنصوري الفاعلة الجمعوية ومديرة الفضاء المتعدد الوظائف بجماعة أقا بإقليم طاطا، تصف رحلتها المشرقة في عالم الأعمال الاجتماعية وخدمة ومناصرة حقوق النساء بهذه البلدة الصغيرة. بديت المسار الجمعوي ديالي كرئيسة جمعية نساء باني للتنمية الاجتماعية والثقافية والتعاون بمركز التربية والتكوين أقا من سنة 2007 حتى 2019، ومن 2019 إلى يومنا هذا اشتغلت مديرة الفضاء المتعدد الوظائف للنساء أقا. وبكل جرأة واستماتة ونكران للذات، نذرت السيدة المنصوري بلباسها التقليدي الملحاف الذي يميز نساء المنطقة أن تكون صوت من لا صوت لهن، وأن تكون اليد الممدودة لكل امرأة بإقليم طاطا تحمل حلما وطموحا ومشروعا يستحق أن يرى النور. المستفيدات اللي كيتكونوا في هذا الفضاء بلغ العدد ديالهم 136 إضافة إلى المرتفقين، كيتكونوا على طول العام وكيدوزوا واحد الامتحان كياخذوا واحد الشهادة دبلوم اللي كيمكنهم من الولوج لسوق الشغل. وتعمل هذه المرأة المكافحة التي تجاوز بين عملها في المجال الاجتماعي والحقوقي ودورها الأسري على الوقوف على كل صغيرة وكبيرة داخل الفضاء الذي تديره، حيث تراقب الدروس وتفاعل المستفيدات، ويساعدنها في ذلك بعض النساء اللاتي تؤمن بمشروعها ورؤيتها تجاه قضايا النساء.